أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تكتب مذكرة في موضوع ما يسمى بتخوم ومحيط دول الساحل وضمنها طوغو بعد الانتشار الذي سمته بالتمدد التركي من ليبيا الصومال والطوغو أخيرا. الطوغو وما تسميه بباماكو لومي كمحور أصبح يشكل بالنسبة إليها خطرا على مصالح فرنسا. لا يتوقف الأمر عند هذا، بل إن في مكاتبتها المباشرة في وزارة الدفاع الفرنسية حول أمن الساحل ذكرت بالحرف أن هناك رغبة أوروبية في إبقاء قوات لمحاربة ما يسمى بالإرهاب إلى حدود 2024، وأن مثل هذا التكتيك الذي ينفذه الأتراك ويعقد ويعرقل المسار الأوروبي في أفريقيا على حد تعبيرها. وتقول بعد وضوح ميزانية الاتحاد الأوروبي لدول الساحل 73.7 مليون دولار إلى 30 شتنبر 2022، 67 مليون دولار إلى 14 يناير 2023، و 133.7 مليون دولار إلى في ميزانية 2024. هذا يعني أن هناك خطة أوروبية في أفريقيا انطلاقا من دول الساحل. دول الساحل أصبحت بمثابة قاعدة ومنصة إطلاق المصالح أوروبية وليست فرنسية وحسب. إذا هذا هو المعطى الأول، هو أن فرنسا اليوم تحسم وجودها بأنه وجود الاتحاد الأوروبي في برخان، وليس الأمر متعلقا بسياسة فرنسية خالصة، على الأقل على حد تعبير وزير الخارجية الفرنسي لودريون. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، أن الوصول إلى 2024 هذا يضع تحديا كبيرا على الجزائريين وعلى التوانسة وعلى غيرهم، خصوصا كل بلدان شمال أفريقيا. هذا ضغط أكبر، لأن مجرد إبقاء القوات الأجنبية إلى حدود 2024 إلى السنة التي يصل فيها إلى 2025 كلها ممولة، لأن في بداية 2024 كل 2024 ممولة إلى مطلع 2025، نهاية ما يسمى بالخطة التمويلية بالنسبة للجيش الفرنسي، يعني إكمال كل الخطط الفرنسية وكل خطط الجيش الفرنسي فيما يسمى بمخطط 2025. إذن هنا يطرح السؤال عن رغبة فرنسا في تعقيد أي تواجد آخر، ما دام فيه تثبيت للتواجد الفرنسي الأوروبي على وجه أصح، للاتحاد الأوروبي على وجه أصح، وأن برخان كلها قوات أوروبية، فسنجد قرار ماكرون بإطلاق النار على كل قاعدة تركية جديدة أو محتملة في الطوغو، وأن العملية التي يمكن أن يفكر فيها الطاقم الجديد لباماكو الذي استدعى موسكو وأراد محورا مباشرا موسكو الجزائر العاصمة باماكو، سيجد هذا الأمر بأنه مناورة أخرى ما بين لومي وما بين باماكو، أو باماكو لومي، محور واحد كان مع الرئيس نداو. الرئيس الذي أسقط كان يرغب في مثل هذا المحور، وهو غير الطاقم العسكري من أجل هذا المحور. ولذلك فإن الرئيس السلطة الانتقالية المنقلب عليه نداو، والذي أتى بعده مباشرة قائد الانقلابين معا، فإن في هذه الحالة سنجد أن المعادلة اختلفت. ولذلك لجأت لومي مباشرة وخروجا من الصراع داخل الاستخبارات الفرنسية مع وزارة الدفاع الفرنسية وكل ما تعيشه باماكو. باماكو تستدعي روسيا ولومي تستدعي تركيا، وفي هذا توازن يأتي إلى القول مباشرة أن الصراع قادم. ولذلك فقد دعا الرئيس ماكرون إلى التعامل بالنيران مع الوجود التركي في الطوغو،
لسبب بسيط، لأن التخوف كبير جدا، إما بتشجيع لومي إلى أن يكون هناك محور أنقرة لومي أو أنقرة طرابلس لومي، يعني وصولا إلى الطوغو مرورا بالصومال، وهناك رغبة في محور آخر هو باماكو والجزائر العاصمة وموسكو. وفي هذه الحالة قد يصبح الأمر هنا معرضا إلى تفاهم جزائري تركي مع كل من طوغو ومالي. وفي هذه الحالة فستصبح هناك 4 دول، وإن كان هذا الوضع قائما فإنه يهدد مباشرة بالوجود، بين قوسين، الوجود الفرنسي الدائم أو شبه الدائم في غرب أفريقيا. لذلك فإن ماكرون كان واضحا جدا في استخدام القوة ضد الأتراك في الطوغو أو أي توسع جديد ما بعد ليبيا، ما بعد ليبيا وما بعد الصومال. يعني لدى ماكرون استخدام العمليات الخاصة، هذا هو الإنذار الذي وجه مباشرة إلى الأتراك بأن أي عملية اليوم للتمدد التركي من خارج ليبيا ومن خارج الصومال يساوي الحرب، ويساوي التعامل الناري مع مثل هذا الطموح. إذا هذا هو الوضوح الذي وصل إليه الفرنسي. معلوم أن الجزائر مررت في دستورها الانتشار الخارجي لجنودها، لكن بالنسبة لفرنسا فهي تعتقد بشكل جازم أن مسألة الاحتشام الاستراتيجي الذي يمارسه الآن الجزائريون هو مرحلي، وأن مسألة الانتشار والتفاهم مع الأتراك احتمالا، وخصوصا وأن الآن الطوغو تطرح هذا الخيار. أولا لأن محور داو بين لومي وما بين باماكو لا زال يرغب فيه الآن القادة الجدد بالنسبة لباماكو، فهم لا يرغبون في أي تعديل باتجاهه. وزير الخارجية الطوغولي الذي أكد أن بلاده ستفتتح سفارة لها في أنقرة، ويدعو إلى تطبيق نفس ما سماه هو بالوعود التي قطعها على نفسه وزير الخارجية وهو صاحب كلمة. وأراد الطوغوليون أن تكون هناك قاعدة، وأوفاهم حقهم، وناقش هذا الموضوع والآن قد حسم فيه. لذلك فالمسألة بالنسبة للطوغو واضحة بأن طوغو ليست من براخان، ليست من هذه المنظمة التي أطلقتها فرنسا ل5 بلدان في براخان بعيدا عن الطوغو، فالطوغو يلجأ إلى تركيا. لكن فرنسا لا ترغب في ذلك، لأنها تدخلت في الصومال، تدخلت في ليبيا وبعمليات خاصة، وأيضا الآن في الطوغو من أجل منع تواجد أردوغان في الطوغو على وجه التحديد. إذا هذه المهمة، والتخوف الكبير جدا هو من الرباعي، ما يسميه الفرنسيون بالرباعي، الجزائر العاصمة أنقرة ولومي باماكو. هذا المربع إن حدث وكان وأصبح لديه هذه القابلية من أجل نشر جيوشه، فإن عملية اليوم بالنسبة لفرنسا ستصبح متراجعة أمام الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الآن يمول صحيح البرخان، لكن هناك الرباعي الذي يمكن أن يساوم مرة أخرى في أكثر من معادلة، وأن يصيغها مرة أخرى، وهذا الذي لا يرغب فيه الآن الفرنسي، ويعتبر أنه إعلان حرب بالنسبة لماكرون على وجه التحديد. إذا اليوم هناك تخوف من مواصلة ما أطلقه رئيس السلطة الانتقالية السابقة داو بخصوص محور باماكو لومي. وبعد الانقلاب الذي حدث أصبح واضحا أن لومي تلجأ إلى تركيا، وأن باماكو تلجأ إلى روسيا،
وأن الرغبة في الوصول إلى مربع محتمل من المصالح ما بين باماكو وما بين رومي وما بين تركيا مع رومي وما بين الجزائر مع باماكو سيكون بمثابة مربع يوازن الاتحاد الأوروبي وهو مخيف بأي حال. وهذه الخلاصة الثانية. الخلاصة الثالثة أن التهديد بالنيران هو ما استعد له الأتراك وأقاموا هناك عملية مباشرة في تعزيز الوطية مرة ثانية وأيضا الوصول إلى طوغو، وهذا مهم جدا بالنسبة إليهم لأن قاعدة عسكرية في طوغو سيكون لها مردود استراتيجي، خصوصا إن كان هناك دعم مباشر لباماكو بالنسبة للطوغو وبالنسبة للعاصمة لومي في علاقتها بباماكو ومن ثم مع الجزائر. وهنا يطرح السؤال حول قصة الطوغو مع الجزائريين لأجل الوصول إلى عمل جزائري فوق الأراضي الصومالية إلى جانب الأتراك وأيضا إلى جانب الأتراك في الطوغو وإلى جانب الجميع في عمل مباشر في غرب ليبيا يحسب له ألف حساب من طرف الفرنسيين في أي تعاون محتمل بين الجزائر العاصمة وأنقرة بخصوص الملف الليبي. وهذا ما هو صعب قبوله بالنسبة لاستراتيجية ماكرون. إذا ماكرون يهدد الطوغو بإعلان حرب في حال قبولها بقاعدة تركية، وهذا الذي جعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لما سيكون عليه الأتراك في أفريقيا، خصوصا وأنهم يرغبون في تدشين هذه القاعدة وأن تكون مدعومة من الجوار ومن المحاور وخصوصا محور لومي باماكو، وهذا لديه أكثر من سبيل رآه منذ أسابيع نداو رئيس السلطة الانتقالية في باماكو. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.